بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله لآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتم يا أخوان هذه البيوت هل نحن استعدينا لبنائها؟ والله ما تبنى إلا بالطاعة والتوبة، فأنصح نفسي وإياكم بالإكثار من الطاعة وتعهد النفس بالتوبة. التوبة التوبة يا أخوان، الذي لا يستطيع ذنبه آذاه فليتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يأتي لهذا البيت. هذا البيت يبنى بالطاعة.